للمزيد يسرني أن تنضم إلي عبر الهاتف السيدة دعاء الحربان، نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. أرحب بك أستاذة دعاء في نشرة أخبار الثالثة بعد يعني إعلانكم عن إطلاق هذا المسح لدخل ونفقات الأسرة البحرينية. نتحدث عن أهم الأسباب وأيضا الأهداف لهذا المسح. اهلا وسهلا فيكم جميعا، ويمسيكم بالخير ويمسي المشاهدين والمستمعين بكل خير، وكل عام وانتم بخير بمناسبه السنه الجديده. الله يجعلها سنه خير على الجميع ان شاء الله. مسح دخل نفقات الاسره مسح متعارف عليه دوليا. معظم الاجهزه الاحصائيه في معظم دول العالم تنفذ هذا المسح. مملكه البحرين تنفذ المسح بنفس المنهجيه والاستمارات المتعارف عليه دوليا وحسب التوصيات الدوليه. طبعا في الفترات السابقة كانت مملكة البحرين تنفذ المسح كل 10 سنوات، هذا حال كثير من الدول. إن شاء الله نأمل في المستقبل بإذن الله نحن ننفذ كل 5 سنوات. المسح لن يشمل جميع الأسر في البحرين، لكن تم اختيار عينة عشوائية تقارب 6000 أسرة مواطنة وغير مواطنة من الأسر المقيمة في المملكة، واللي تم طبعا اختيارها بشكل عشوائي ووفق منهجية علمية مدروسة. العينة بتتوزع طول السنة، كل شهر بيكون هناك في مجموعة مختلفة من الأسر، وكل أسرة سيتم النزول عليها خلال شهر واحد فقط، يعني الباحث بيزورها خلال تقريبا 4 زيارات في الشهر. المسح يتكون من 3 استمارات، الاستمارة الأولى بتكون إلكترونية، وأثناء زيارة الباحث للأسرة بتتكلم عن خصائص المسكن ومعلومات عن أفراد الأسرة اللي ساكنين في نفس العنوان. الاستمارة الثانية بتكون كذلك إلكترونية، وأثناء زيارة الباحث بتتكلم عن صرف الأسرة على السلع والخدمات المعمرة، يعني الأشياء أو الخدمات اللي الأسرة تشتريها أو تصرف عليها في فترات متباعدة، مثل شراء الأجهزة الإلكترونية، شراء سيارة، مثلا صيانة في البيت وهكذا غيرها من الأمور. الاستمارة الثالثة بتكون عبارة عن دائري وإلكتروني كذلك، وبتسجل فيه الأسرة المختارة ضمن العينة جميع انفاقها من السلع والخدمات خلال شهر كامل. نعم، الأستاذة دعاء الحربان نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، كل الشكر والتقدير لك.